بس، وهنجهز ايه في رمضان؟ مش اكل بس. طبعا بما انه سؤال الساعه، فاحنا هنقول النهارده للستات ازاي تستعد لرمضان. احنا قلنا استعدادات الاكل اللي هتكون على مدار الاسبوع. نبدا بقى بالاستعداد الروحاني والنفسي. يعني بالنسبه للستات اللي بتتعب من الصيام في الايام الاولى، ممكن احنا اوريدي يعني بادئين من رجب وشعبان بنتمرن ان احنا نصوم، ونصوم النوافل، ونصوم 13 و14 و15، ونصوم الاثنين والخميس. طبعا مش مستحب الصيام في اخر ايام من شعبان الا لو واجب عليكي تعوضي ايام. فانت اوريدي اكيد اتمرنتي شويه بشويه على الصيام. لو عليكي ايام عوضيها، لو ما عليكيش خلاص ما تصوميش بقى تاني في اخر كام يوم من شعبان. بس اكيد الستات اتدربت في رجب وشعبان انها تبدا تصوم أيام معينة النوافل عشان تمرن نفسها، ما يخشش رمضان كده إيه فجأة صدمة. فما تمرن نفسك واحدة واحدة، سهل بالنسبة لك، يكون سهل بالنسبة لك. والأطفال كمان نمرنهم. الأطفال طبعا ده احنا هنعمل حلقة مخصوص على الأطفال ويصوموا من سن كام سنة وقد إيه نص يوم وقد إيه يوم كامل. كل ده هنعمله بالظبط مع متخصصة إن شاء الله. لأن خد بالك في موضوع اللي أنت بتقوله ده مهم جدا، لأن في ناس بتضغط على أولادها إن هم يصوموا وهم صغيرين أوي يوم كامل، وده غلط صحيا جدا على الأطفال، ممكن يأذي وممكن يعمل مشاكل. فاحنا هنعمل حلقة مخصوصة مخصصة أطفال تصوم كام ساعة تدريجيا، وتصوم يوم كامل من سن كام. وأهم حاجة كمان والمناسبة جميلة قوي هقول لك أهو، إن رمضان جه في جو جميل، ولا هو سخن فنعطش ولا هو سائع فنجوع. صح، خدت بالك؟ فجميل قوي، ولا هو سخن عشان نعطش ولا هو سائع عشان نجوع. صح، انت عارف ان دي اول مره طبعا من كام سنه بقى يجي في الشتاء كتير، من سنين طويله اول مره، اكتر من 20 سنه أكتر اول من مره 20 يجي سنة. يعني كنا اطفال اول مره رمضان يجي في الشتاء، دي حاجه عظيمه. طبعا الصيف احنا كنا بنشتكي من طول النهار وتاخر المغرب وطول ساعات الصيام. الشتاء اولا ما بنعطش، وكمان المغرب بدري، ودي فرصه للستات اللي ولادها كبرت وعايزه تدربهم على الصيام اليوم الكامل. حلو قوي الشتاء ده بالنسبه لي. صح كده، مالك تضحك في ايه؟ ولازم نصل الرحم بقى ونبدا بقى ايه الاجراءات الروحانيه، ونستغل رمضان ونروح لقرايبنا ونلم نفسنا ونزور الناس ونجيب ناس عندنا في البيت ونروح لناس وهكذا يعني. الجو حلو بتاع رمضان. طبعا من يعني افضل الحاجات والاعمال، طبعا احنا بنتسابق في رمضان على اعمال الخير وعلى الحسنات، وكل واحد بيكون في تنافس لذيذ كده مع افراد عيلته مين هيقدر ان هو يطلع في رمضان باكبر عدد من الحسنات. فغير ان احنا طبعا نطعم الطعام ونعمل الاكل ونعزم الناس، صله الرحم مهمه جدا يا جماعه. زي ما الشيف قال، فرصه حد مثلا مش عايز اقول مقاطع او متخانق، بس لو حد الحياة شغلاه عن اخواته وعن امه وابوه، احيانا يعني الوحش قوي الموضوع ان ساعات الحياة بتشغل واحد عن امه وابوه، مش هقول بقى الخالات والعمات واولاد الخالة واولاد العم، في ناس ما بتلحقش تشوف امها وابوها. ده حقيقة، ده حقيقة. اللي امه وابوه عايشين انا بقول لكم ده كنز، ده نعمة. استغلوا رمضان وصلوا الارحام وكلموا خالاتكم وكلموا عماتكم واعملوا جدول، شوفوا هنعزم مين اول يوم ومين تاني يوم. مش عايزة اعدي رمضان السنة دي الا ما اكونوا بتقابلوا كل العيلة وواصلين الأرحام مع كل الناس. يعني مش عايزة أقول بقى كمان ولاد الخالات وولاد العمات بس، لا ابن خالة ماما كمان وولاد خالة أبويا، عمة أبويا الكبيرة أروح أوصلها. لو أبويا وأمي كانوا متعودين يوصلوا عمتهم ومش قادرين دلوقتي، أروح أنا مكانهم أزور عمتهم أزور خالتي كده. فده أهم حاجة صلة الأرحام وثوابها. مش عايزة أقول لكم أعمل إزاي. وفي الصلاة طبعا هنعمل إيه؟ هنقابل ناس كتيرة ما بنشوفهمش في الصلاة، التراويح كتيرة ما بنشوفهمش. والله على حسب بقى أنت بتصلي فين. في المنطقة بتاعتي. أنا يعني على حسب صحابك في أي منطقة وقرايبك عايشين معاك ولا لا. أنا بتكلم على جيرانك اللي أنت ما بتشوفهمش، هتشوفهم في الصلاة. أنت مصاحب جيرانك؟ طبعا. برافو عليك والله. شاطر. برافو عليا. صح، برافو عليك. لا انا برضو عندي يعني مجموعه شله الصلاه في الجامعه بتاعت التراويح، بشوفهم بشوفهم السنه دي كمان. جميله يعني ان شاء الله. بس خلينا نرجع بقى نكمل كلام عن كل الاستعدادات وحاجات تانية كتير، وفكرونا